يا شيري يا شيري، انا احمد. يا شيري افتحي. سوري اي كانت ريكوجنايز يور فيس. سوري ايه يا شيري؟ اعمل بيها ايه دي؟ بقول لك افتحي لي الموبايل والنبي عايز اتصل يا شيري. سوري اي كانت ريكوجنايز يور فيس. انت بتعمل انت وش انت وش انت. سوري اي كانت ريكوجنايز يور فيس. يا بنتي بقول لك مش سامع في ازاز عربيه في ودني. سوري اي كانت ريكوجنايز يور فيس. ما تعليش صوتك عشان بترن في الازاز فبيرن في ودني. طب اطمني حتى عليا يا شيري. يا شيري والنبي يا شيري، يا ريتني كنت جبت اندرويد. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. إيه الحلاوة دي؟ إيه الطعامة دي؟ أمر يا أخواتي. يا أخي يا بخت آيفونك بيك. والله يا بخت بيك. يصحى كل يوم على هذا الوش السمح. يا بخت الآيفون فعلا يشوف هذا الجمال. بس أسمع واحد بيقول لي أنا ما عنديش آيفون. لا حول ولا قوة إلا بالله. كن أنت مش هتبقى من ربع مليار بني آدم اللي أبل متوقعة يبقى معاهم آيفون 2018؟ أبل تقريبا بتبيع ربع مليار آيفون في السنة. في آخر 5 سنين أبل بايعة مليار آيفون. مليار آيفون من الغالي اللي أنا وإنت ما نعرفش نشتريه. أو إنت بس الحقيقة أنا كنت بحاول أتعاطف معك، بس أنا غني جدا. غراش التيشيرت الكمبيوتر القديم، التلفزيون القديم، دي أنتيكة، دي حاجة غالية جدا. على فكرة حط الحاجات دي في مزادات بعد كده. بس مش مشكلة، متزعلش خلاص، مش مشكلة بسيطة. خلاص بقى مش هنقعد نعيط خلاص. إيه المشكلة؟ حلوة الحاجات، الأندرويد حلو والله. ماله الأندرويد؟ جميل. خليهم هم الأغنياء يتهنوا بالآيفون بتاعهم ده، مش عايزين منهم حاجة، فرحانين بالأندرويد بتاعنا. ولا أقول لك انا حاسس ان انا ايه جاهل نفس غتت عليهم. لا هنعزلهم، مش هنسيبهم، لازم نحرق دمهم، خاصه بعد ما اشتروه لبسوا فيه ووروه شوشهم الجميله السمحه دي ان انا كنت بهني حضرتك عليها. هنخليهم يندموا اشد ندم. التقنيه اللي بتفتح الايفون اسمها فيشل ريكوجنيشن، من خلال بعض المسافات بين العينين، بين الشفايف، بين الشفايف والمناخير، بعض تجاعيد الوش. وشك بيتحول لشويه ارقام على شاشه، تقدر تزودها، تنقصها، تقربها، تبعدها، تعمل لها ابعاد دايمنشنز. الكمبيوتر بيعمل لك كده زي موديل، حس والله حضرتك مبتسم، مكشر، بتعيط، برضو يقدر يعرفك. لدرجة ان بعض اللوغاريتميات في بيئة معينة تقدر تحددك من وسط مليون بني ادم بدقة توصل ل 99% في 3 ثواني. يقدر يركوجنايزك يا معلم. ومش بس يقدر يركوجنايزك، ده يقدر يعمل محاكاة لوشك، يقدر يخليك مبتسم، تكشر، تحرك حواجبك، تطلع لسانك. فيسبوك المفروض انه يقدر يعمل كده. ده كله لانه فاهم وشك كويس وعارف ابعاد الحركات لدرجة انه ممكن يخليها تتحرك لوحدها. طبعا انت لما سمعت الكلام ده اتوترت وخوشت. لا عادي الحقيقة، وشي وقدام الناس عادي، مش مخبيه. بلاش بقى، بلاش الأسلوب ده، مبحبوش. أنا عارف إن كده كده وشوشنا موجودة على البحر قدام الناس تشوفها، مش محتاجة فقاقة يعني. هو مخنا متبرمج على كده كويس، لدرجة إن في حتة في مخنا اسمها فيوز فورم فيس إيريا، دي على حد فهمي متخصصة في الوشوش. أنت متخيل مخك مخصص حتة كاملة عشان تتعرف بس على الوشوش؟ وده واحد من أهم الأسباب اللي بتخلينا لما نشوف صور زي دي نفتكر إن هو وش بني آدم. أو دي أو دي أو دي أو دي معناها وش مش اصل طبعا مش وش. المهم يعني فانا متفاهم كونسبت انه وشوشنا معموله عشان الناس تشوفها وتعرفنا، ومخيخه الناس كلها عارفه هذه المعلومه. حلوه مخيخه دي. لكن سيدي الفاضل، في العصر اللي احنا فيه ده الوش بيكشف كتير كتير قوي، خاصه في عصر الكمبيوتر اللي بيشوف حاجات اكتر مننا بمراحل، وبيتعلم اسرع مننا بمراحل، وبيشوف حاجات في غايه الخصوصيه. في دراسه مرعبه من جامعه ستانفورد خلوا الكمبيوتر يذاكر اكتر من 35,000 صوره من على مواقع التعارف اللي هي الديتنج سايتس. بالك كده ما تبقى عليهم. بعد ما الكمبيوتر اتمرن اكتر بدقه توصل ل 81%، اصبح الجهاز عنده القدره انه يفرق ما بين الرجال المثليين جنسيا والمتغيرين جنسيا من الوش بس. ومش بس كده، لو وريت الكمبيوتر 5 صور للشخص نفسه الكمبيوتر الدقه بتاعته تقدر تزيد ل 91% من الوش بس، اللي هو حاجه واضحه قدام الناس. الكمبيوتر يقدر يحدد اذا كان الراجل ده بيحب رجاله ولا ستات. ولو شايف ان دي حاجه عاديه احب اقول لك لا، ان الكمبيوتر ممكن يوصل للدقه دي حاجه مرعبه، خاصه ان البشر في حاجه زي كده دقتهم بتوصل تقريبا 60%، ولو 5 صور بس الكمبيوتر يوصل لاكتر من 90%. والله اعلم لو كترنا عن 35,000 بني ادم النسبه ممكن توصل لكام. اي نعم الدراسه معموله على 35,000 شخص امريكان وبيض. دراسه زي دي اثارت الجدل، جدل كبير بقى، خاصه ان تقريبا في 8 دول حول العالم بتجرم المثليه الجنسيه ممكن تعاقب بالاعدام. فالدراسه فعلا مرعبه. وبما اننا ذكرنا الدول خليني اتكلم على الصين، لان اكبر مستثمر في هذه التكنولوجيا دوله زي الصين. الفكره ان مركزيه الصين بتساعدها جدا ان هي تجمع اكبر كم من المعلومات عن مواطنيها.
المؤسسات الأكاديمية آخرها تجيب آلاف، بس الدول ملايين، ودولة زي الصين 1,400,000,000. والكمبيوترات دي كل ما زودت السامبل، يعني كل ما زودت عدد الوشوش اللي بتديها للكمبيوتر، كل ما الدقة زادت. الفكرة إن في الصين الحكومة والشركات تقريبا كده بيبصوا لبعض. الحكومة تقول للشركات بص يا عم الحاج، عايز تشتغل عندنا يبقى لما احتاج معلومة منك تدهاني، لما أقول لك تخفي معلومة تخفيها. سياسة المعلومات صارمة جدا في الصين. مش عاجبك النظام بتاعنا، اتفضل بقى وتحرم من 1,400,000,000 بني آدم زي ما جوجل وفيسبوك اتمنعوا كده عشان ما كانوش راضيين يعملوا حاجات هم عايزين، وبقى موجود بدلهم بيدو وويتشات. فالحكومة بتتعاون مع الشركات. المهم بهذا الكامل المعلومات، الحكومة تقدر تطور في هذه التكنولوجيا بشكل عظيم، وبيطوروا الأنظمة بحيث الكمبيوترات تقدر تشوف المواطن وتتعرف عليه في أقل من 3 ثواني. خد بالك، المواطن اللي هو من 1,400,000,000 بني آدم، من الوش كده تشوفه تعرفه، أي مواطن من اللي عايشين فيها. فأصبح بس أنت محتاج تاخد صورة من مظاهرة هتعرف تجيب كل واحد. Thank you facial recognition technology. Thank you. وكله هيتجاب. والتقنية اللي بتكلم عليها دي مش إن شاء الله بقى في خطة مش عارف إيه، لا ده دلوقتي حضرتك. سوري اني كنت بضحك كده بس يعني بكبسك. في بعض المحلات في الصين كمبيوتراتها بتعرف عليك وانت داخل كنتاكي مثلا، فيعرفوا انت ايه وبتطلب ايه عاده. متخيل ده شكله عايز يبوظ الدايت، ما نجيبلوش اي سلطات، شكله كده خرمان خالص، ده وش واحد زنجر، ده ياخد زنجر ده. فالكلام ده حضرتك دلوقتي رايت ناو، ولسه في حاجات في المستقبل، ما تفتكرش ان هو خلاص دلوقتي وخلص. لو الصين كملت في الكلام ده انت ممكن تشوف اكتر من كده. تاني 1,400,000,000 كتير جدا، معهم سبعة او تمن البشريه. وفي مسجلين في الصين اتمسكوا بالطريقه دي السنه اللي فاتت، واحد اسمه جريج تنين مجنح كده في عالم الاحياء، ده زي ايلون ماسك بتاع عالم الاحياء بقى. ده راجل سنه 2010 كان عامل اول كائن من غير اب وام. في التسعينات كان بينافس الحكومه الامريكيه وكذا حكومه كمان عشان يعملوا عمليه السيكونسنج، عمليه التسلسل الجيني. ده تنين، افتكر هذا الاسم جريج فيندر. المهم يعني الراجل التنين ده كان ناشر في جورنال تنين زيه، بروسيدنجز اوف ذا ناشونال اكاديمي اوف ساينسز. ده جورنال الامباكت فاكتور بتاعه تقريبا ب 9.5، ده امباكت فاكتور عالي. المهم يعني الراجل ده بيقولك ان انت بس هتديله الدي ان ايه وهو يقدر يطلع لك شكل وشك هيبقى عامل ازاي، والنسبه ممكن توصل ل 80%. يعني لو حضرتك اديت له 10 دي ان ايه حمض نووي هيقدر يطلع لك 8 وش، 8 شكل وش 8. النسبه طبعا مش عظيمه، انت حاسس ان هي نسبه عاديه، لا عظيمه. النيورال نتورك مذاكر 1000 وش بس، 1000 ده قليل. تخيل بقى، تخيل معايا بعد ما يذاكر الربع مليار بني ادم اللي هيشتري مثلا الايفون مثلا، ده سامبل كبيره جدا. تخيل معايا بعد كده 1,400,000,000 اللي عايشين في الصين، ده هو ب 1000 بس عمل لك 80%. والتوقع ان كل ما الرقم بيزيد الدقه بتبقى اعلى. تاني من خلال الحمض النووي يقدر يعرض شكل وشك هيبقى عامل ازاي. وشنا بيعكس جيناتنا، الجينات اللي هي مستخبيه في خلايانا، ده احنا طلع عين اهالينا عشان نطلع الدي ان ايه ونعرف الاستراكشر بتاعه في الخمسينات. فاللي مستخبي دلوقتي بقى على الوش يا معلم. الجينات دي في بعضها ظاهر على وشوشنا. حط في اعتبارك ان من 30-40% من الامراض الجينيه الجينيتك ديسوردرز ليهم اثر على الوش والجمجمه. عارف ده ممكن يكون معناه ايه زياده عن اللي قلته لك؟ تسمع عن شركات التامين؟ تسمع عنهم صح؟ عارف من خلال وشك هما ممكن يعرفوا ايه؟ من خلال الوش بس، مش من تحليل انت بتعمله كده بكامل ارادتك، من خلال البصمه اللي مالكش اي تحكم فيها. الملخص ان وشك الجميل البشوش ده في ندبات من حمضك النووي، في اثار من وانت بتتولد، والله اعلم مخبي ايه تاني. وش بالرغم انه واضح وصريح ويمكن تكون اكتر حاجه بتعبر عن صاحبها في النطاق المسموح، ممكن يكون بيفضح جيناتنا، بتفضح ميولنا زي ما هو بيفضح مشاعرنا. بول إيكمان دكتور في جامعة يوسي سان فرانسيسكو كان عامل كتاب فيه 10,000 من تعابير الوش. الراجل ده من مذاكرته لأدق التفاصيل والتعابير اللي في الوش كان عنده قدرة تكاد تكون خيالية في تحديد إذا كان شخص بيكذب ولا لأ. الإرادة ما تقدرش تجبد تغيراته، ما بالك بقى لما يبقى فيه جهاز بيسجل كل هذا الكلام وشايف اللي الإرادة ما تقدرش تحجبه من مشاعر وعواطف وميول وذات. فيعني مبروك عليك الآيفون، مبروك عليك الآيفون. الو بقولك ايه، ما تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت وتنتظرنا الاسبوع الجاي عشان في حلقه جديده، وتنزل تبص بس على المصادر. بقولك ايه، ما تنساش تشترك على القناه لو انت على اليوتيوب. اوكي ماشي، باي باي. الو